اقفل إزاز العربية، افتح الراديو، اظبط التردد. ايوه 108 اف ام. اسمع الكلمتين دول. رسالتي ليك النهاردة، لما تيجي سيرة أهل الشهامة والجدعنة والأصالة والكلمة اللي زي السيف وما يترجعش فيها، يبقى الكلام عن أهلنا، أهل صعيد مصر. وأهل الصعيد مش بس الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والوادي الجديد وإنا والأقصر وأسوان. أهل الصعيد في كل شبر على أرض مصر، الشهامة والجدعنة مأصلة جوا كل مصري، وكأنه منتمي جغرافيا لصعيد مصر، يعني فينا عرق صعيدي مأصل. طاقة المكان بتقولك لما رجلك تخطي على أرض صعيد مصر يبقى كأنك بتتبدل من جواك وتبقى نسخة طبق الأصل من أهلها. في يلا سياحة بندعم صعيد مصر. يلا سياحة، ادعم سياحة بلدك.